العثمانيه او السلطه التنفيذيه في اداء واجباتها. نتنياهو قعد على تلها لمده 4 سنين، العالم كله العاقل حط علاج، وده مش غريب ولا حاجه احنا بنخترعها، ان ما يسمى بانتخابات مبكره سواء للبرلمان لو عجز عن اداء واجبه ايا كان اسباب العجز، او لرئيس السلطه التنفيذيه اذا عجز ايا كان اسباب العجز، قد يكون العجز منه هو، قد يكون من عدم قدرته على التعاون مع القوى السياسيه، قد يكون من اسباب داخليه من حزبه ومن حركته، قد يكون من الخارج من الداخل، لكن ماذا لو انا غير قادر على اداء عملي؟ ايا كان السبب اداني قاعد واسيبها تخرب تحت زعم ان انا واخد شيك على بياض لمده 4 سنين؟ محدش يقول كده. وبالتالي الحل الديمقراطي البعض لما قال ان اسقاط القوه لا، احنا انتخبناه اللي جايب اراضي شعبيه يبقى تحترم. الحل الديمقراطي ان يضغط عليه إذا وصل إن هو أصبح يرى أنه عاجز على هذا ونحن نشارك هذه الرؤية، ويطرح على الاستفتاء يا جماعة إحنا بنعمل الانتخابات المبكرة، إذا الشعب وافق على الانتخابات المبكرة ده معناه سحب الثقة من الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي، إذا الشعب قال لا مفيش انتخابات مبكرة معناه تجديد الثقة في مرة أخرى. الرئيس شارلي ديغول في فرنسا لما لقى نفسه قبل ما تنتهي مدته قبلها بسنة بسنتين بثلاثة غير قادر على إدارة الوضع، وغير قادر على حشد القوة حوله، غير قادر على حل مشاكل الناس، هو اللي قام بالدعوة لانتخابات مبكرة بمعنى أنه يعيد طرح الثقة في مرة أخرى. دي آلية. الآلية الثانية الانتخابات المبكرة، وهو أن يطرح والدستور يعطي رئيس الدولة هذا الحق، يطرح على الشعب في استفتاء هل يريد أيها الشعب انتخابات رئاسية مبكرة؟